كما كل يوم في نسمة الصباح البداية بأخبار الجهات، ودائما ما نبحث عن القرب من الجهات ومن المشاهدين والمواطنين في الجهات من خلال هالفقرة، ومن خلال أيضا الربط المباشر مع الزملاء في الوحدات الجهوية للإنتاج التلفزي. تحياتنا لهم جميعا، سواء كانوا صحفيين ولا مراسلين ولا في الانتاج ولا في التقنية ولا في التصوير وغيرها، في قيادة الرحلات أيضا مشكورين. حنان صباح الخير. صباح الخير زياد، صباح النور لكل من قاعد يتبع فينا سواء داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن. أهلا وسهلا ومرحبا بهم. كالعادة انطلاقتنا تكون على بركة الله مع أخبار الجهات. الانطلاقة ستكون من نابل وزغوان للحديث عن 600 عرض شغل في تقريبا 80 مؤسسة اقتصادية. أخبار هايلة ياسر، بداية طيبة. 600 عرض شغل في بالنسبة لزوز ولايات خارق العادة، كيفاش الحكاية؟ به تم يوم أمس الخميس 8 جوان 2023 تنظيم تظاهرة لإدماج خريجي مراكز التكوين المهني في سوق الشغل خصصت لشباب ولايتي نابل وزغوان، وتأتي هذه التظاهرة في إطار مشروع الشراكة تونيزيا جوب مع مراكز التكوين المهني في كل من نابل وأيضا زغوان. وانتظمت التظاهرة في المركز القطاعي للتكوين في الصيانة بنابل، حيث تمكن أكثر من 600 شاب وشابة من خريجي مراكز التكوين المهني من التواصل مع أكثر من 80 مؤسسة اقتصادية من القطاع الخاص. كما تم أيضا تنظيم منتدى حواري بين إطارات وزارة التكوين المهني والتشغيل مع عدد من التلاميذ والمؤطرين وأيضا ممثلي المؤسسات الاقتصادية. وتهدف هذه التظاهرة إلى تطوير علاقة مراكز التكوين المهني في تونس مع مؤسسات القطاع الخاص. والله في الحقيقة نحب نثمن ونحب نشكر احنا في الفقرة هذه، راهو نقول للمحسن أحسنت ونقول للمسيء ما يجدر قوله، باش ما نقولوش الكلمة هذيك. وأنت حنان بالذات يعطيك صحة، ديما تراوح بين الأخبار الإيجابية، البداية اليوم إيجابية، وبالحق إذا كان ثم نقائص يلزمنا نسلطوا عليها الأضواء، هذا واجبنا. الدور اللي قاعدة تقوم به لا تي اف بي، الوكالة التونسية للتكوين المهني، دور مهم جدا، متعاونين معنا، هك شفت حنان. صحيح، اكيد زياد في اكثر من مره كانوا حاضرين معنا. صحيح، بالمدير العام، بالمديري المراكز، ويجيبوا لنا وليدات اللي ناجحين معناها في سواء كان الانتصاب للحساب الخاص. وهنا نحب نشكر كل الاطارات وكل من يعمل في البنك التونسي للتضامن، اللي لا يدخر جهدا في مساعده الشبان باعثي المشاريع. والحقيقه كانت لنا العديد من الاستضافات ليهم، و نوه بدور البنك التونسي للتضامن فيما يخص تسهيل الإجراءات، فيما يخص المساعدة والدعم والمساندة والإحاطة بكل شاب وشابة باعث لمشروع. وأخص بالذكر هنا سي خليفة السبوعي المدير العام للبنك التونسي للتضامن، أيضا السيد المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني سي مروان اللي كان حاضر معنا. الحقيقة نماذج في النجاح في المجال المهني يحتذى بها. ناهيك انه جانا شاب من سوسة كمل قرايته وخذا بي تي اس اليوم، معناها تقني سامي، شهادة تقني سامي في البلاستيك، بعد غدوة تخلي يخدم على روحه، معناها ما شاء الله. هذه الحاجات اللي نحبوا نسمعوها ان شاء الله. اكيد به نمشيو لغار دماء. الغار دماء من ولايه جندوب. اكيد. نعم. وين يعد المستشفى الجهوي بغار دماء من المشاريع المعطله التي طال انتظار تنفيذه على ارض الواقع. ولمتابعه تنفيذ هذا المشروع قام فريق عمل من وزاره الصحه وايضا وزاره التجهيز والاسكان ووحده متابعه المشاريع الكبرى صحبه السلطه الجهويه والمحليه بزياره ميدانيه لموقع المشروع. وعلى إثر الزيارة تم عقد جلسة عمل جمعت كل الأطراف المتدخلة لمناقشة الملاحظات الميدانية والفنية. وللتذكير فإن كلفة المستشفى الجهوي بغار دماء تبلغ 45 مليون دينار، وهو ممول بقرض من الصندوق الكويتي للتنمية، وتعطل إنجازه بسبب الإشكالات العقارية وأيضا الإشكالات الإدارية. وقد كان محور اهتمام رئيس الجمهورية التونسية سيد قيس سعيد خلال زيارته لمدينة غار دماء في 13 مارس 2023، ودعا بالمناسبة إلى تجاوز كل أسباب تعطيل هذا المشروع الصحي والاجتماعي بالجهة.
بالله لهنا نحب يعني ملاحظة. السيد رئيس الجمهورية معناها المهام والمشمولات والصلاحيات والمشاغل والشواغل أكثر من أن تحصى ولا تعد. ثم حكومة ممثلة في رئيسة الحكومة ربي يعينها ومجلس وزراء والوزارات فيها مديرين عامين وفيها مديرين وفيها مديرين جهويين وفيها رؤساء منشآت ودواوين ويعني هياكل مركزية وجهوية. معناها ما نستناوش حتى رئيس الجمهورية يتدخل شخصيا لإعادة تفعيل مشروع معطل وإلا لي يعني تفادي إشكال وإلا لإصلاح خلل وإلا راهو كل واحد يزم يقوم بدوره على المستوى المركزي والجهوي والمحلي. معناها الحقيقة هو خبر يفرح، مستشفى ب 45 مليار من مليماتنا في خار الدماء، ما أحوج الشمال الغربي وخاصة غار دماء وما جاورها لذلك، ولكن ماذا بينا كل واحد يؤدي دوره ويتحمل مسؤوليته. مشكورين وبكل لطف. تفضل حنان. نمشيو احنا الأريانة باش نقولوا تنظيم تم يوم الأبواب المفتوحة للمؤسسة وكان تحت شعار المؤسسة شريك فعال بمشاركة عدد من أصحاب المؤسسات المتخصصة في مجال الطباعة. نظم المركز القطاعي للتكوين في فنون الطباعة بأريانا يوم الأربعاء يوم الأبواب المفتوحة للمؤسسة تحت شعار كما قلت المؤسسة شريك فعال، ومثل هذا اليوم مناسبة لتوطيد العلاقة بين المركز والمؤسسات من خلال نقاش تفاعلي مع الإطارات المشرفة على المركز من إدارة ومكونين ومجلس استشاري وأصحاب المؤسسات في إطار السعي لتطوير التكوين وملائمته مع متطلبات سوق الشغل، حيث أن التكوين بالمركز يتم التداول بين الدروس النظرية والتربصات بالمؤسسات بما يدعم قدرات المتربصين ويفتح لهم آفاق الإدماج المهني، خاصة وأن المركز يتعامل مع حوالي 120 مؤسسة في مجال الطباعة. وبلغ عدد المتكونين بالمركز 530 متربصا، ويمتد التكوين به على مدة 18 شهرا للحصول على شهادة الكفاءة المهنية في الطباعة والتسفير، و24 شهرا للحصول على شهادة المؤهل التقني في اختصاص ما قبل الطباعة والتسفير والسيريغرافيا والطباعة، و30 شهرا للحصول على سامي في الطباعة. نمشي إلى عاصمة الجنوب إصفاقس. تقول انت حكينا على التكوين المهني في الخبر الفايت، علقنا عليه من ما نزيدوش نعلقوا به يا حنان، نمشي للصفاق. تفضل. قولي جميله منك. قلتها وحدي. لا انت الحقيقه ديما يعني كل ما تقومين به جميل يا حنان، وانت جميله. يعيشك، شكرا لك. ايوه. نمشي كما قلت لعاصمه الجنوب صفاقس للحديث عن معرض صفاقس، اين افاد رئيس جمعيه معرض صفاقس الدولي عبد اللطيف الزياني ان الدوره 57 ستنتظم من 9 جوان الى غاية 25 جوان 2023 ببرمجة ثرية ومتنوعة تليق بعراقة المعرض وتتجاوز البعد التجاري الذي سجل رقما قياسيا في نسب مشاركة العارضين، أيضا إلى البعد التنشيطي والترفيهي بمسابقات جهوية ووطنية وعالمية في مجالات إبداعية مختلفة، مرورا بالبعد العربي باحتضان قصر المعارض بصفاقس اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية التابع لجامعة الدول العربية. وبيّن زياني في هذا الإطار أن عدد العارضين تجاوز 180 عارضا من تونس وأيضا من ليبيا الشقيقة، وخصصت لهم الجمعية أكثر من 10,000 متر مربع، مؤكدا أن لجنة التنظيم أعدت فقرات ترفيهية ورياضية متنوعة تجمع بين المسابقات الجهوية والوطنية والدولية في لعبة الشطرنج وسباق الدراجات والكرة الحديدية، بالإضافة إلى عديد المسابقات والأنشطة الأخرى التي سيتم اكتشافها في إطار هذا المعرض. حنان يا اخي اختيار منك اليوم انه الاخبار الكل معناها جميله وايجابيه وطيبه بمحلس. احنا ماذا بينا احنا شكون ما يحبش انه الاخبار نتاع جهات بلاد تكون ايجابيه؟ صحيح. ولكن زاد يتعين علينا واجبنا كما تعرف يا حنان انه اذا كان ثم نقائص ولا ثم اشكاليات ولا ثم سلبيات يلزمنا نسلطوا عليها الاضواء
ونرفع الامر الى من يهمه الامر. أكيد. معناها نرفع الامر هذه نتاع الدور الشهير للفنان عبد الحميد جياس في الخطاب على الباب في دور الشيخ طحيفه. معناها نرفع الامر هذه هي معناها. تفضل حنين. تحيه لي عبد الحميد جياس. نمشي احنا يا زياد الى الشمال الغربي تحديدا الكاف هذا الصباح، اين اصدرت المندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه بالكاف بلاغا يوم امس الخميس 8 جوان 2023 لكافة الفلاحين والمربين بالجهة، كانت قد دعتهم فيه لتجنب مرض اللسان الأزرق عند الأغنام وعند الأبقار أيضا، وذلك بحماية هذه الحيوانات من لدغات الحشرات خاصة البعوض. كما دعت المندوبية لتجنب الرعي بالأماكن الرطبة المحاذية للأودية وأيضا البحيرات والمياه الراكدة وإزالة المياه الراكدة القريبة من حظائر المواشي، أيضا ضرورة تجهير الإسطبلات والزرائب والتنظيف الدوري واليومي لها مع رشها بمبيدات غير مضرة بالتوازن البيئي. كانت قد دعت أيضا إلى ضرورة رش الحيوانات الموجودة بالهواء الطلق بمواد مضادة للحشرات، كما جاء في نص البلاغ أيضا أنه عند ظهور أي أعراض لهذه الأمراض يجب على المربين إعلام دوائر الإنتاج الحيواني التابعة لمندوبية التنمية الفلاحية بالكاف والإتصال بأقرب بيطري لضمان العلاج اللازم لهؤلاء الحيوانات والأغنام. نعم. ظهر لي حنان مش من بابي شاكر ونفسه يؤخري وفي السلام، ولكن كنا سباقين في الحديث عن أضحية العيد، عن كبش العيد، عن الخرفان والمواشي بشكل عام من خلال الفقرة الأسبوعية القارئة اللي خصوها للطب البيطري مع الدكتور مروان الزياتي. وحكينا قبل تقريبا أكثر من 3 أسابيع، لأنه اليوم 20 من ذي القعدة تقريبا، معناه مازالوا 19-20 يوم على عيد الأضحى المبارك، واليوم أول رحلة لانطلاق حجاجنا الميامين للبقاع المقدسة. إن شاء الله مسبقا نقولوا لهم حج مبرور وذنب مغفور. نعم. إن شاء الله حجة مقبولة، وإن شاء الله يأديوا مناسكهم الكل في ظروف طيبة، وللناس الكبار المتقلقين وعندهم شوية. نعم. هكا أمراض والكل ينجموا باش يلقاو الإطار الطبي وشبه الطبي ولاقيد الكل مرافقينهم يلتجؤوا لهم يمشيوا لهم عند الحاجة. نعم. وتحياتنا لكل الحجاج، وإن شاء الله ربي كما نقولوا يطعم الجميع، وإن شاء الله اللي ناوي ربي إن شاء الله يكتبها له. إذا معناها الحقيقة تهفو القلوب معناتها بكل تأثر ومشاعر لا توصف إلى تلك البقاع المقدسة. إن شاء الله كل مسلم ياخذ نصيبه في حج بيت الله الحرام، ولا الحج إلى بيت الله الحرام ولو مرة في حياته. أيضا نحب نحييه اليوم برشا تحايا الإطار الديني والطبي والتنظيمي المرافق لحجيجنا الميامين، إن شاء الله يمشيوا ويجيوا سالمين غانمين. من الحج في موضوع من الحج باش نقعدوا في نفس الموضوع نتاع الاضاحي. أيوة. وتشكيات المواطنين في دوز تحديدا زياد. يشهد السوق الاسبوعي بدوز اكبر الاسواق في ولايه قبلي صباح يوم امس اقبالا كبيرا منذ الساعات الاولى، وايضا مع اقتراب عيد الاضحى المبارك، وكان قد اشتكى عدد من المواطنين من غلاء اسعار الاضاحي التي تصل الى 1500 دينار، وعبروا عن عدم قدرتهم على شراء الأضحية باعتبار أن هذه الأسعار ليست في متناول المواطن على حد تعبيرهم طبعا. ومن جانب آخر تذمر التجار من أزمة الأعلاف ونقص المواشي، معتبرين أن الأسعار ليست باهظة وهي في متناول الجميع طبعا، أيضا وفق تعبير هؤلاء المربين والفلاحين. وحسب ديوان تربية الماشية بقبلي فإن المتوفرات من أضاحي العيد لهذه السنة قد قدرت ب 7500 رأس غنم، وتم تسجيل تراجع مقارنة بالسنة الماضية بحوالي 40% نظرا لانحباس الأمطار واضطراب في نسق توزيع الأعلاف المدعم. نعم، هو تم الحقيقة تسعير الأضاحي بالكيلوغرام يعني العلوش الحي. هاني قاعد اللوج على المعلومة بدقة، في بالي حوالي 17 دينار أو تزيد للكيلو علوش حي. وفي الحقيقة معناها إذا كان 17 دينار علوش يعني 50 كيلو حي
17800 يقول لي مخرجنا العزيز الصديق رشيد الصالحي. إذا كان كما قلنا نقولوا 17 يعني 50 دينار 50 كيلو عفوا حوالي 850 دينار، معناها مناسب تقريبا للقادر، نزيدوا نأكدوا ولو أنه هذا معناها مش مجالنا ولا اختصاصنا، ولكن حسب المعرفة بالقواعد الشرعية والفقهية راهو الأضحية سنة مؤكدة على القادر من أوسط ماله. القادر هو اللي معناتها عنده الأموال الكافية باش يعول عائلته وأموره تبدأ واضحة، معناها لا يضام ولا يتسلف ولا يدين، ومن أوسط ماله معناها فلوس حاصلة حاضرة حلال متفضل عليها. خليني أقول معناها هذه هي القاعدة بالنسبة للأضحية. ورب الأسرة أيضا زيد كثر الحديث أكثر من قبل، نعم. يعني الناس أنه المختصين في هذا المجال أنه رب الأسرة هو اللي يلزم يشري الأضحية هذه، وما يقولوا أنه كي باش يشتركوا أفراد العائلة فهي لا تحق. أي فما برشا قواعد وبرشا ربما معناها ضوابط يمكن في استضافة قادمة في نصف صباح مع الأخت العزيزة اللي نحيوها إيناس العمري، ولا مع العبد لله النجم نزيدوا نوضحوا المسألة. تحية زميلة إيناس العمري. به نمشي وإحنا البوحة جلا باش نحكيوا على تفكيك شبكة تنشط في الاتجار بالأثار. تمكن يوم 7 جوان 2023 أعوان الحرس الوطني ببوحة جلا من تفكيك شبكة تتكون من 3 أشخاص تنشط في مجال الاتجار بالأثار وحجز حجارة يرجح أنها تعود للحقبة الرومانية، وكانت قد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان بالاحتفاظ بالأشخاص الثلاثة ومباشرة محضر من أجل الاتجار بالأثار. يبدو أن الآثار التونسية ذات أهمية كبرى وما زال ما لم يكتشف أكثر مما اكتشف. وأنت حنان كنت حكيت لنا على الاكتشاف الأثري في بن عروس، يعني عملية حفر عادية نلقاو برشا عديد الآثار في مختلف في بن عروس اللي هي في العادة ماهيش منطقة أثرية حسب ما حكيناه مؤخرا. نعم، نعم. والحقيقة تجينا العديد من المعطيات والمعلومات بشكل يومي، ما نعرفش صحيحة ولا غلطة تو نتأكدوا. على سبيل المثال يقال أنه مثلا في منطقة البقالطة وإحنا في أخبار الجهاد سنة 2004 شركة إنتاج تلفزي وسينمائي كندية جات باش تصور قصر أثري في أعماق المياه أو في أعماق البحر في عرض البحر بقبالة شاطئ البقالطة، ولكن يعني صارت عملية غامضة ورحلت الشركة بعد التصوير دون أن يفرج عن الشريط ودون أن يخرج معناها أي معطى من المعطيات المتعلقة بهذه المسألة. والحقيقة للتوضيح الحكاية هذه وغيرها من الحكايات، لأنه تونس بلد الحضارات المتعاقبة وبلد التراث وبلد التاريخ وبلد الآثار الكبيرة اللي الحقيقة معناها كي نقارنوا المساحة الجغرافية متاع تونس 164000 كيلومتر تقريبا بمساحات عدة دول شاسعة ومتسعة، معناها فرق بعيد شنو عنا احنا مقارنة بالمساحة الجغرافية متاع هذا البلد الجميل. نمشيو للجنوب التونسي القفصة تحديدا باش نحكيو على انتاج 3000 طن من الفستق. قدرت مصالح إدارة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة صابت الفستق خلال الموسم الفلاحي الحالي ب 3000 طن، وبذلك تحافظ جهة قفصة على نفس كميات الانتاج مقارنة بالسنة الماضية. وتبلغ المساحة الجملية لغراسات الفستق 20000 هكتار، وتتركز الغراسات بالخصوص بكل من معتمديات قفصة الجنوبية وسند وزانوش وسيدي عيش وبالخير وقفصة الشمالية وأيضا أم العرايس. ويذكر أن أفضل سابة حققتها الجهة كانت سنة 2021 حيث سجلت 3400 طن حينها، وتحتل المرتبة الأولى وطنيا
عالميا في إنتاج الفستق. هو الحقيقة في برشا منتجات فلاحية حنان الكميات معناها مقارنة بما تنتجه بعض الدول في العالم مش كبيرة، لكن تونس دائما الميزة اللي حباها الله بها هي الكاليتي، النوعية، يعني النوعية متاع زيت الزيتون، النوعية متاع الفستق، النوعية متاع الدقلة، النوعية متاع غيرها، القوارص، قوارص في الشرق يقولوا الموالح ليزارغيوم، معناها البرقدان والليم وغيره، النوعية نوعية مميزة جدا معناها، وهذا ينطبق على الفستق في جهة قفصة. إن شاء الله معناها المجال هذا يزيد الدعم ويزيد يحظى بالرعاية والعناية، كي نعرفوا أفاق التصدير وكي نعرفوا معناها أنه منتوج ثمين الفستق. من قفصة إلى نمشيو البن عروس دائما مع موضوع يخص الغلال بالطبيعة والخضروات. في بن عروس كانت قد دعت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس منتجي الكروم بالجهة إلى ضرورة المتابعة الدقيقة والتنبه للحالة الصحية لأشجار الكروم والتعجيل بالمداوات في حالة اكتشاف وجود إصابات بمرض البياض الدقيقي. وأوضحت المندوبية في بلاغ لها أن الظروف المناخية التي ميزت الفترة الأخيرة والمتمثلة في نزول الأمطار وارتفاع نسبة الرطوبة وأيضا درجات الحرارة خلال الفترة النهارية من شأنه أن يوفر العامل المثالي لظهور هذه الأمراض الوبائية الخطيرة. ودعت المنتجين في حالة اكتشاف هذا المرض إلى التدخل الفوري والآلي باستعمال مبيدات فطرية وجهازية أو قابلة للامتصاص ومصادق عليها مع إعادة المداوات بتواصل نفس الظروف واحترام قاعدة التداول بين العائلات الكيميائية. كما دعت المندوبية أيضا أصحاب ضيعات الكروم في حالة اكتشاف مرض البياض الدقيق كذلك إلى استعمال مبيدات جهازية لتغطية كامل الفترة الحساسة من فترة الازدهار إلى اكتمال العنقود. وأوصت المنتجين أيضا بالقيام بعملية التوريق والمتمثلة في إزالة الأوراق القاعدية والتهوئة اللازمة. يعطيك الصحة حنان، ظهر لي احنا من البرامج القليلة في المشهد المرئي العام اللي دائما الفلاحة اللي هي قطاع استراتيجي، يمكن أهم قطاع استراتيجي للسيادة الغذائية ولا للسيادة الوطنية عموما، من البرامج اللي تواكب وتتابع بشكل يومي شأن الفلاحة من خلال فقرتنا الأسبوعية القارة مع الخبير في السياسات الزراعية سي فوزي الزياني، من خلال فقرة أخبار الجهات يوميا معك أنت حنان، ومن خلال الاستضافات والمتابعة والمواكبات. وكانت آخر استضافة متعلقة بالصالون الدولي للزيت والزيتون ومشتقات الزيتون اللي حاليا معناها متواصل في قصر المعارض بسوسة. من الفلاحة إلى موضوع سلينا آخر. سلينا في موضوع من الموضوع إلى الجهة باش نحكيو على ضبط مخزن عشوائي لبيع العلف. أيوة. الأخبار اللي نستناو فيها وكلها تابعة الفلاحة بالضبط تكمل لكلامك زيد. نعم. أين ضبط أعوان وإطارات فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنطقة الكريب بمعتمدية سيدي برويس، وذلك وفق ما أفاد به مصدر أمني. وكان قد أوضح أنه بعد مداهمة المخزن حجزت الوحدات الأمنية 300 كيس من مادة أسديري المدعم وما يقارب 150 قنطارا و225 كيسا من مادة الشعير المدعم وما يقارب 140 قنطارا، وذلك بعد استشارة النيابة العمومية. وأشار إلى مباشرة قضية عدلية تمت في الغرض موضوعها الاحتكار والمضاربة في مادة مدعمة والاتجار فيها خارج مسالك التوزيع والإخلال بترتيب الدعم. نعم، الخبر الأخير حنان فلاحي ولا؟ الخبر الأخير باش نحكيو على شوية سمك وحوت فلاح بالطبيعة بالأسير كل المواضيع في الختام جيت خير من الفلاحة. وعلى فكرة نذكروا أنه الميدان الوحيد اللي ينجم الموظف كيف حالي يستثمر فيه معناها دون إشكال قانوني متاع الجمع بين وظيفتين هو المجال الفلاحي. معناها لو كان جات عنده الواحد إن شاء الله ربي ينوب عليه شوية فلوس زايدة يعمل شوية فلاحة، ومعناها الأمور إن شاء الله تكون على أحسن ما يرام. تفضل حنان. إلا الساحل تحديدا المنستير أين تم بالمركز المتوسطي للتكوين البيئي بالمنستير
وذلك في الفترة الممتدة من 5 إلى غاية 8 جوان، دورة تكوينية حول مقاربة جديدة للتصرف في المحميات البحرية نظمتها جمعية الجزر الصغرى المتوسطية وأيضا معهد المحافظة على الشريط الساحلي ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ووكالة الماء أكو أوسوان وجمعية أزرقنا الكبير. وتنتظم هذه الدورة التكوينية كانت لفائدة ممثلين عن المحميات البحرية بجزر قوريا وجالطة وزمبرا وجزر الكنايس وقرقنا وجربة بتونس وجبل موسى بالمغرب والمحمية الوطنية بجيجل ومحمية تازة بالجزائر. وأشار المندوب الدولي لدى معهد المحافظة على الشريط الساحلي بفرنسا إلى تطوير تقنية حديثة لمتابعة يرقات السمك وقع اختبارها في الفلبين وكانت قد أظهرت نجاعتها ويقع استعمال هذه التقنية في تونس لأول مرة في المتوسط أيضا خارج فرنسا وفي إطار تقاسم البحرية مع المتصرفين البيئيين في المحميات البحرية بالدول المغربية ليمكنهم استعمال نفس التقنية واستشراف المستقبل إذ عند متابعة يرقات السمك والإصبعيات يمكن معرفة عدد الأسماك في ظرف 4 أو 5 سنوات. شكرا لك حنان، خرجت بنا من أخبار جهتي للأخبار الدولية وصلتنا حتى الفلبين. يعطيك صحة، بارك الله فيك. نتلقاو معك طبعا رفقة الزميلة العزيزة إيناس الأسبوع القادم في أخبار الجهات في تونس البية، في الربط المباشر من إقليم تونس الأربع ولايات نتاع طبعا تونس، بن عروس، أريانا، ومنوبة، أنت مشرفة ومسؤولة عليها في الـ في الـ في الربط المباشر مع نسمة صباح. مشكورة حنان وإلى اللقاء القريب. مواصلين مع الفقرات والأركان القارة، الاستضافات والأنغام أيضا، والمرة هذه النغم بصوت صوفيا صادق.